وكنا نخوض مع الخائضين، يلا يلا نقعد مع المجرمين، نحضر مجالس السفلة. ده مين اللي بيتكلم؟ أهل النار. أهل النار كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا لم يكونوا يطعمون المسكين، ولم يكونوا من المصلين، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. يعني إحنا نحضر مجالس الغيبة ومجالس الفحش ومجالس هتك الأعراض ومجالس سماع السوء عن الناس، يعني مش أخلاق الإسلام ده. اعرف دينك، اعرف دينك، ما تاخدش مع الخائضين، وخدتم كالذي خاضوا في خوض يلعبون. وشوفوا في تحفتين، تحفة في سورة الإسراء، سورة النساء، الثاني سبع عشان الهمزة في الآخر في النساء، وتحفة في الأنعام، والاثنين على الصفحة اللي على الشمال في مصحفي. اللي في النساء: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ممكن نزود معلومة بتريليون دولار؟ في مكتبتنا الإسلامية كتاب تفسير اسمه إرشاد العقل السليم لأبو السعود عليه رحمة الله، في الصفحة اللي على الشمال يقول أبو السعود: والتعبير بقوله تعالى حتى، أي لا تقعدوا معهم، حال الكفر بآيات الله والاستهزاء به، واقعدوا معهم بعد ذلك لتحقيق مصالحكم. الحياة مصالح مشتركة. أما يجوا يلبخوا في ديننا: بعد عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، غير الكفر والاستهزاء بآيات الله، لكن ما تلغيش المصلحة. التقاطع التقاطع، نقاطع نقاطع، نحرق الجبنة. كنت تعمل جبنة زيها وصدرها لهم. المصالح لابد أن تتحقق بين المؤمنين وبين الكافرين الساخرين الكافرين بآيات الله. شوف زي ما قال ربنا: سلام هي حتى مطلع الفجر، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. تحفة الأنعام على الشمال، ربنا يكلم النبي بقى بما كلم به المؤمنين: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يبقى إحنا الإعراض والمقاطعة بتاعتنا في وقت الكلام في الدين والتلبيخ في الدين، بعد كده يتكلموا في الصناعة والزراعة والحاجات اللي انتوا عارفينها أكتر مني. نقعد معاهم وإحنا شركائهم وهم شركائنا، ونحقق المصالح. اعرف دينك، اعرف دينك، اعرف دينك، اعرف دينك.